موجز الأنباء من أون لايف، أهلا بكم. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة القناة. وأكد الرئيس خلال لقائه مع الفريق مهام ميش رئيس هيئة قناة السويس وسلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، أكد أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم لبدء تنفيذ مشروعات سريعا. تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 494 متهما في أحداث العنف المعروفة عالميا بأحداث مسجد الفتح، ويحاكم المتهمون في جرائم القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 من أغسطس عام 2013. أثارت قائمة الدول الثمانين التي قالت قطر إنها أعفتها من تأشيرة الدخول استغرابا لكون عشرات الدول كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا كانت معفاة أصلا من التأشيرة. يأتي القرار بعد انهيار السياحة في قطر وشلل حركة الطيران. وحول القرار القطري، رأت صحيفة ليموند الفرنسية أن دوحة تسعى من خلال هذا القرار إلى إنعاش قطاع السياحة والطيران، رغم أنها لا تشكل بالتأكيد وجهة سياحية مفضلة. قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن البلاد تعكف على وضع خطة بحلول منتصف أغسطس الجاري لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى على جزيرة غوام الأمريكية قبل عرضها على الزعيم كيم كونغ أون لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجيش يضع خطة لعرقلة القوات الأمريكية بالمواقع العسكرية الرئيسية في غوام وإرسال إشارة تحذير صارمة لواشنطن. نأتي الموجز إلى اللقاء.